خصوبة الرجل وقدرته الجنسية في خطر داهم على مستوى العالم كله. بيهتم بالعضلات ومش عارف ايه هو اللي هيحصل له بعد كده. هو لو يعني في ناس تعرف ومكمله دول خلاص ملناش دعوه بيهم. في ناس ما تعرفش في ناس فعلا ما تعرفش بياخد الحاجات دي وهو مش عارف ان فعلا نهايتها بالنسبه له هتبقى خطيره. لما بنشوف الدي ان ايه ده بيفرق معانا شويه، وخصوصا في حالات الحقن المجهري احيانا بتفرق كتير في نسب النجاح او فشل الحقن المجهري. عشان كده ممكن نعمله لو حد جه مثلا عمل حقن مجهري قبل كده وما فيش نصيب، لازم بنعمله نسبه التكسير دي قبل ما نبدا في الحقن المجهري مره ثانيه. ما بنلجاش على طول مباشره للتفتيش في الخصيه، لازم ناخد فتره علاج كويسه. بعد فتره العلاج دي لو فضل الوضع زي ما هو ما فيش اي تحسن، ساعتها بنلجا للتفتيش الميكروسكوبي عن حيوات منويه في الخصيه، وفي نسبه كبيره جدا توصل لنسبه 50-60% من الحالات ممكن نلاقي حيوات منويه، وساعتها اما بنجمدها او بنبدا في الحقن المجهري مباشره على حسب كل حال. تقول له انت عندك دواء؟ ما انا بقف كتير. ما هي الوقفه دي ما جابتلكش الدوالي، الدوالي دي ليها اسباب تانية كتير، ممكن الوقفه تكون بتزودها الى حد ما، انما طبعا مش هو ده السبب. يا كاب يا كوتش، هي الحاجات دي مش مضره؟ مش فيها هرمونات مضر؟ مين الولد يتشجع وياخد ويلاقي فعلا باور غير عاديه، ويلاقي فعلا العضلات بتكبر، بس بعد شويه هيلاقي نفسه بينهج، ويلاقي القلب بيتضخم وضغطه بيعلى ومش قادر يمشي، وهيلاقي مشاكل في مفاصله، وهيلاقي الاخطر مش اخطر ولا حجمه برضه في نفس الخطوره، انه ما بينجبش، انه حيوانات المنويه عنده صفر. اهلا بيكم. زمان كان في جمله معرفش بقى الجيل ده عارفها ولا لا، يقول لك ايه مانشيت في جريده مش مثلا كذا، مانشيت في جمله مثير، مانشيت مثير. انا بتهيألي لو احنا نعمل مانشيت دلوقتي في اي حوار مرتبط بامراض الذكوره، هيكون المانشيت ده خصوبه الرجل وقدرته الجنسيه في خطر داهم على مستوى العالم كله. العالم كله ليه؟ حاجات كتيرة جدا بتأثر على قدرة الرجل الإنجابية، حاجات كتيرة، الإشعاع، التلوث البيئي، التعرض للنفايات، الأكل الغلط، الهرمونة اللي موجودة في الخضروات وموجودة في الفاكهة، فكدي قصة كمان، المواد الغذائية اللي فيها هرمونات، كل ده كوم. وفي خطر داهم أكبر وأنا شايفه لازم ننبه له جدا، وهو ما يسمى بالهرمونز أو السبلمنتيشن تحت عنوان المكملات الغذائية اللي بتتاخد لبعض ممارسي الرياضة اللي بيدعوا إن هم بيمارسوا رياضة. تبدأ القصة بشاب يافع لطيف ظريف بيتفرج على الفيسبوك، يخرب بيت الفيسبوك والسوشيال ميديا كلها ألف مرة، فيشوف صور لفلان وعلان عاملين كده الممثلين، ممثل كان ممثل لطيف جدا شيك جدا بتاع، بس في ادوار وممثلين منافسين لهم عاملين كده، فقال لك انا كمان اعمل كده. طيب راح الجيم بدا يلعب، العضله مش عايزه تكبر، هي العضله كبرت وبقت كويس بس مش بالشكل اللي هو عايزه، مش بالشكل بتاع كابتن فلان او كابتن علان. فيمر عليه الكوتش فلان الفلاني يقول له ايه؟ مش هينفع ان انت تكمل معايا غير ما تاخد الكورس. الكورس هيخليك تبقى جامد، هيخليك وحش عشان تبقى زي الوحوش الموجوده دي. ويبدا يكتب له على مش يكتب له يجيب له الكورس ده، والواد لو مثقف شويه هيقول له يا كاب يا كوتش، هي الحاجات دي مش مضره؟ مش فيها هرمونات؟ مضره مين؟ ده كابتن فلان وكابتن علان وكابتن صخر وكابتن عنتر وكابتن ابو ركبه، كلهم بياخدوا الحاجات دي زي ما انت شايف، بيدخلوا مش من الباب، بيدخلوا من الحيطه. الولد يتشجع وياخد ويلاقي فعلا باور غير عاديه، ويلاقي فعلا العضلات بتكبر، بس بعد شويه هيلاقي نفسه بينهج، ويلاقي القلب بيتضخم وضغطه بيعلى ومش قادر يمشي، وهيلاقي مشاكل في مفاصله، وهيلاقي الاخطر
مش اخطر ولا حاجه، ما هو برضه في نفس الخطوره، انه ما بينجبش، انه حيوانات المنويه عنده صفر، وانه عنده مشاكل في القدره الجنسيه كمان. القصه اللي انا بقولها دي بتحصل كل يوم، وعشان تبقوا عارفين في حاجه حصلت في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت يعرفنا الخطر والكوارث الموجوده في الجيمات الموجوده في مصر. طبعا انا جمعتها، يعني ما فيش حاجه اسمها جيمات بس هي تمشي معاكم يعني. حلو، الجيم الموجود في كل حته في مصر ده في حاجه خطره جدا. جابوا صوره لبنت بتلعب بادي بيلدينج ولا مش عارف بيشيل حديد، وطبعا اكيد الهرمونات مأثره فيها بشكل واضح جدا، هرمون الذكوره، وده يوريني انتشار التخاريف، التجاوزات، الجنان المرتبط بالهرمونز وبالمنشطات الموجوده في حتت كتيره بدون رقابه. لازم يبقى في رقابه على الاماكن دي. طب النهارده هنتكلم عن الذكوره وتاخر الانجاب، والنهارده معانا واحد من نجوم عالم الذكوره، اسم قدير كبير، بيسعدني جدا الحوار معه النهارده، الاستاذ الدكتور احمد حسني، استاذ مساعد طب وجراحات امراض الذكوره وتاخر الانجاب بكليه الطب جامعه حلوان، وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه، استشاري الجراحات الميكروسكوبيه لامراض الذكوره، الاسم القدير الكبير. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. انا شايفك عمال تضحك وانا بتكلم. انا سعيد جدا 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 بالرساله اللي حضرتك والله بتوصلها في الجزء الاولاني فعلا، لان دي حاجه مهمه جدا ناس كتير مش واخده بالها منها، وبتقابلنا كتير، والناس بيهتم بالعضلات ومش عارف ايه هو اللي هيحصل له بعد كده. هو لو يعني في ناس تعرف ومكمله، دول خلاص مالناش دعوه بيهم. في ناس ما تعرفش، في ناس فعلا ما تعرفش، بياخد الحاجات دي وهو مش عارف ان فعلا نهايتها بالنسبه له هتبقى خطيره، ويجي يشتكي في الاخر بعد ما يكون خلاص. يعني الفكره ان في ناس بتبقى ريفيرسبل، بترجع لما بتوقف، وفي ناس ما بترجعش بعدها، بياخد كل كميه الكورسات العجيبه اللي بياخدها دي، مش بيرجع تاني، وبالتالي بيخش في مرحله يعني بيبقى انسان بيتحول حاجه تانيه خالص. خلي بالكم ان البشر، الجسم البشري، الجسم البشري قدراته في تضخم العضلات افضل قدرات تضخم العضلات اللي انتوا شايفينه مثلا بالنسبه لنجم العالم محمد صلاح. ده لو انت عايز تبقى اليو ديانج نجم النادي الاهلي، ده اكبر حاجه طبيعيه في العضلات. يعني ده اليو ديانج اساسا طبيعته كده، يعني جيناته كده، بس ده اكبر يعني اقوى تكوين عضلي ممكن تشوفه لعيب كوره لبني ادم طبيعي. طب الناس الثانيه دول مش طبيعي، ده مش طبيعي، ده العلم كده. يعني ما فيش يعني سيبكم بقى من طبيعي. يعني سيبكم بقى من ايه، يعني في طفرات بسيطه مثلا زي لعيب في برشلونه برضو أدامة تراوري، بس ده استثناء بسيط، لكن اقوى تكوين عضلي انت تشوفه الاليو ديانج. لو بقيت زيه كده انت باشا طبيعي، لو قدرت تبقى طبيعي كده، لو بقيت زي محمد صلاح ده انت كده معلم، ده انت كده جبار، كفايه عليك كده، هو ده الطبيعي. انا عايز ابدا الاول، ايه خطوات تحضير الزوج للحقن المجهري؟ راجل جاي لك، اول حاجه لازم الفحص الكلينيكي، الفحص الكلينيكي الدقيق لازم نشوفه عشان نعرف اولا حجم الخصيتين، نطمن على القنوات المنويه، نشوف اذا كان في عنده دوالي او ما فيش. كل الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لنا، وبتفرق جدا اذا كنا نبدا حقن مجهري او نستنى شويه ناخد فتره علاج او نستنى نعمل عمليه، وكل ده بيأثر على نتائج الحقن المجهري وعلى الخطوه اللي جايه بعد كده بالنسبه للزوجين. مهم ان نبدا بقى جاهز بالظبط. ايه الخطوات؟ اول خطوه بالنسبه لنا بعد الفحص الكلينيكي، تاني حاجه بندي للزوج بعض النصائح المهمه زي ان هو يوقف تدخين لو كان بيدخن، يظبط وزنه ويقلل وزنه شويه لو كان عنده شويه سمنه، بيظبط اللايف ستايل بتاعه ونمط الحياه يبقى صحي اكتر، سواء في الاكل سواء يمارس الرياضه. كل الحاجات دي بتاثر وبتساعد بشكل غير مباشر ان هي بتحسن جوده ووظائف الحيوان المنوي، وده بياثر في النتيجه في الاخر على نتائج الحقن المجهري. بعد ما بنعمل الجزء ده بندخل بقى على الفحوصات الخاصه بتاعتنا بالنسبه الخاصه بالزوج. التحليل المبدئي او الاساسي بتاعنا هو طبعا التحليل السائل المنوي، وده الكورنر ستون بتاعنا بالنسبه لفحص الزوج. بنعمل له تحليل سائل منوي، وفي حالات الحقن المجهري بالذات
مش بنعمل بأي تحليل سائل منوي. لازم تحليل السائل المنوي ده يفضل إن هو يكون في مركز متخصص للخصوبة أو في مركز حانة مجهري. ناس كتير تيجي تقول لنا لا أنا أعمل تحليل بالكمبيوتر أحسن. لا، إحنا بالنسبة لنا تحليل المانيوال اللي معمول في مركز حانة مجهري أحسن بكتير وأفضل بكتير ونتائجه أحسن بكتير من التحليل الكمبيوتر، لأنه بيورينا الحاجات اللي إحنا فعلا محتاجين نشوفها. بعد تحليل السائل المنوي ده بنشوف النتائج بتاعته. نتائج تحليل السائل المنوي بتدينا ثلاث احتمالات. ممكن تحليل السائل المنوي ده يطلع النتيجة طبيعية، وفي الحالة دي ممكن على حسب كل حالة بنمشي معها على حدة. لو فترة زواج صغيرة وسنهم صغير ممكن نجرب فترة علاج معهم الأول. لو في أي عامل عند الزوجة أو فترة زواج كبيرة أو سن كبير ممكن يبدأوا في الحانة المجهري من غير أي تأخير أو أي مشاكل بالنسبة للزوج. تاني نتيجة بنلاقيها إن احنا ممكن نلاقي صفر حيوان منوي، يعني مفيش حيوان منوي خالص في السائل المنوي، وده ليه أسباب، وممكن يكون أسباب نتيجة انسدادية أو مشاكل أو خلل في وظائف الخصية نفسها. آخر حاجة إن احنا ممكن نلاقي ضعف في تحليل السائل المنوي. ضعف تحليل السائل المنوي ده ممكن يبقى حاجة بسيطة، وده ممكن ندي شوية علاج ونبدأ على طول في الحانة المجهري، أو ممكن يبقى فيه مشاكل كبيرة. بنهتم حقيقي مبدئيا بس في السائل المنوي ان احنا نشوف ثلاث حاجات مهمه، اللي هي عدد الحيوانات المنويه وحركه الحيوانات المنويه ونسبه التشوهات. لو عدد الحيوانات المنويه كان ضعيف جدا لازم ننصح الزوجين ان اول خطوه يعملوها يعمل تجميد للسائل المنوي، لان لما يكون عدد الحيوانات المنويه ده قليل ده بيدينا انطباع ان غالبا ممكن يكون في فشل في وظيفه الخصي، وبالتالي احنا عدد الحيوانات المنويه ده ممكن يطلع وينزل، ممكن فجاه يختفي، فممكن نتفاجئ يوم الحانه المجهري ان احنا ما نلاقيش حيوانات منويه. فالتجميد ده ان احنا كاننا حطيناهم في البنك، احتجناهم ما احتجناهمش احنا ما خسرناش حاجه. لو طلع العدد كويس ما فيش اي مشكله، بنشوف الحركه بتاعت الحيوانات المنويه هل فيها مشكله او الحركه كويسه او ضعيفه او هكذا، ونشوف نسبه التشوهات اذا كانت كويسه او فيها مشكله. اي مشكله لو حاجه كبيره ممكن نوقف شويه او ناخر شويه الحانة المجهري، ناخد فتره علاج 3 شهور 6 شهور على حسب كل حاله، او الامور تبقى افضل شويه ممكن نبدا مباشره في الحانة المجهري. ايه دي اشهر النتائج والمشاكل التي تحدث من تحليل السائل المنوي؟ دي اكتر حاجه احنا بنشوفها في التحليل السائل المنوي العادي. باقي الحاجات احنا بنطلبها بعد كده على حسب نتائج تحليل السائل المنوي. لقينا العدد قليل جدا او طلع صفر حيوان منوي او طلع في اي مشكله تاني، نبدا ندخل في مرحله مثلا ان احنا نعمل الهرمونات، نشوف الهرمونات الخاصه بالخصوبه، نشوفها هل فيها مشكله، هل في خلل هرموني، هل في اي حاجه مؤثره على الوظائف الخصيه وممكن تتعالج، لازم نديها فتره علاج الاول. لقينا مفيش حاجه ممكن بعد كده ندخل على مرحله الفحوصات الاخرى زي الاشعاعات، نعمل اشعه نشوف هل في مشكله ثانيه ظهرت في الخصيه، لو في دوالي درجه الدوالي دي قد ايه، هل هي حاجه كبيره حاجه بسيطه محتاجه تدخل مش محتاجه تدخل. كل حاله بنشوف لها على حده، بنمشي خطوه خطوه. ممكن نعمل برضو تحليل نسبه التكسير بتاع الماده الوراثيه، ده في حالات معينه برضو ممكن نبقى نتكلم عليه. طيب تكسير الماده الوراثيه بقى نتكلم عليه، لانه احنا حتى قبل الهوا حضرتك بنتكلم مع بعض وقلت لي على حاله معينه كنت بساله عليها، فقلت لي نعمل تكسير الماده الوراثيه. دي ان ايه؟ فراجمنتيشن. مظبوط. دي ان فراجمنتيشن تيست ده المقصود بيه ان احنا نشوف اي خلل في الدي ان ايه اللي موجود في راس الحيوان المنوي. ليه نسبه معينه المفروض النسبه دي ما تبقاش زياده قوي، لما بتزيد النسبه دي ممكن ياثر على مشاكل تانية. طيب هل تحليل الدي ان ايه ده المفروض احنا نعمله في كل الحالات؟ لا، هو مش بيتعمل لكل الحالات، هو ليه حالات معينه المفروض ان احنا نعملها فيها. ايه هي الحالات دي؟ اول حاجه زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الهواء، لو كان في تاخر انجاب غير معلوم السبب، ده من الاسباب اللي احنا خلينا نعمل تكسير نسبه تكسير الدي ان ايه. حالات تاخر او تكرار الاجهاض المتكرر، حالات فشل الحقن المتكرره، الناس اللي عندها تحليل السائل المنوي طبيعي ما فيهوش اي مشكله وما فيش اي سبب واضح، واحيانا بيكون معاهم دوالي درجه كبيره، فممكن ندور على حاجه تكون مأثره عليها الدوالي زي نسبه الدي ان ايه. لما بنشوف الدي ان ايه ده بيفرق معانا شويه، وخصوصا في حالات الحقن المجهري احيانا بتفرق كتير في نسب النجاح او فشل الحقن المجهري. عشان كده ممكن نعمله لو حد جه مثلا عمل حقن مجهري قبل كده وما فيش نصيب، لازم بنعمله نسبة التكسير دي قبل ما نبدأ في الحقن المجهري مرة تانية. إذن يعني تكسير الحيوان دي إن إيه أو دراسة تكسير
الماده الوراثيه داخل الحاله المنوي ده مش روتين انفستيجيشن، ده بيتعمل في ظروف معينه، حالات معينه، حالات معينه زي اللي قلناها، ده اللي احنا قلناه، فده لازم نحطه في الاعتبار. طيب الحاجه المهمه قوي برضو بعد تكسير الماده الوراثيه اللي تخوف اي راجل، ان انت تقول له احنا ناخد عينه من الخصي، يعني الراجل ممكن يعني يجري. اولا نتكلم على علاج نسبه تكسير الماده الوراثيه لو كان مرتفع، لان مش اول خطوه خالص هي عينه الخصي. اول حاجه لو في سبب زي دوالي الخصيه لازم ان احنا نعالجها الاول. تاني حاجه لو مدخن لازم يبطل تدخين. تالت حاجه بنجرب ان احنا ندي كورس شويه لمضادات الاكسده، بتفرق شويه. واخر حاجه برضو ان احنا ممكن لو في سبب تاني، مثلا الناس الاوبيزيتي، السمنه المفرطه، برضو اسلوب الحياه المختلف، كل ده نحاول نظبطه، وبعد كده نقيس نسبه التكسير مره تانية. لو طلعت لسه مرتفعه مش مستجيبه للعلاج، ساعتها بنفضل لو هنعمل حقن مجهري مع فشل قبل كده ان احنا ناخد احياءات عمليه من الخصيه، بنسحبها بابره بمانوفر بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل، بنج موضعي سهل جدا مش متعب ولا اي حاجه. النتائج في الحالات دي بتكون افضل شويه. ده عشان نتعامل مع التكسير. التكسير المدلور. طيب لو هننتقل بقى لاخذ عينه من الخصيه، مش كده ولا اخذ عينه الخصيه بالظبط. التفتيش في الخصيه او اخذ العينه من الخصيه ده من الحاجات اللي فتحت باب علاج لناس كتير جدا من اللي عندهم تاخر في الانجاب. نسبه من 10-15% من الرجال اللي عندهم تاخر في الانجاب، للناس اللي عندها صفر حيوان منوي. في الحالات دي بنعمل بالتحليل. بالتحليل عملت تحليل طلع صفر، ده مش معناه نهايه المطاف. بالظبط. طلع صفر حيوان منوي، اول حاجه بسيطه جدا بنعملها ان احنا لازم نعيد التحليل مره تانية. لازم نعمل تركيز للعينه بتاعت السالم المنوي. احيانا بيبقى عنده حاجه اسمها كريبتوسبيرمي او الحيوان المنوي مستخبي مش ظاهر في التحليل العادي، فلازم نركز العينه عشان نقدر نشوف الحيوان المنوي. بعد كل الفحوصات طلع فعلا ما فيش حيوانات منويه، بنعمل تحليل هرمونات عشان نعرف نفرق ونشخص اذا كان ده انسدادي اكتر او يمشي مع فشل في الخصي اكتر. بعد كده لازم نجرب فتره علاج كويسه، ما بنلجاش على طول مباشره للتفتيش في الخصيه، لازم ناخد فتره علاج كويسه. بعد فتره العلاج دي لو فضل الوضع زي ما هو ما فيش اي تحسن، ساعتها بنلجا للتفتيش الميكروسكوبي عن حيوانات منويه في الخصيه، وفي نسبه كبيره جدا توصل لنسبه 50-60% من الحالات ممكن نلاقي حيوانات منويه، وساعتها اما بنجمدها او بنبدا في الحقن المجهري مباشره على حسب كل حال. ما تقلقش عينه من الخصيه خالص. اولا عمليه عينه الخصيه بالذات اللي هي بالميكروسكوبيه اللي احنا بنستخدم فيها الميكروسكوب الجراحي دي، بناخد عينات صغيره جدا، ده بيساعدنا ان احنا نشوف زي ما حضرتك واضح عندنا هنا في الصوره، هنلاقي الانابيب المنويه واضحه جدا ان هي واسعه وكبيره، فدي نسب ان يكون فيها حيوانات منويه بتبقى اكتر من الانابيب اللي حولها اللي هي حجمها صغير شويه. بناخد عينات بسيطه جدا ما بتاذيش الخصيه في اي حاجه. الميكروسكوب كمان بيساعدنا ان احنا نشوف الشرايين والاوعيه الدمويه المغذيه للخصيه، فبيأثرش عليها وما بنقدرش ناذيها في اي حاجه، وبالتالي مفيش اي مشكله. في ناس بتعمل فتح ده مره واثنين وثلاثه واربعه. الناس بتقدر اهميه اخذ عين الخصيه؟ طبعا. يعني طبعا كان زمان كان في ريزيستنت شويه، الناس كانت بتقول لا ما خدش حاجه من الخصيه، ما حدش يفتحها، وفي ناس لغايه دلوقتي بتيجي تقول ده ازاي، ده ممكن يحصل لها تاذيها، ممكن يحصل مشكله كبيره. مع الناس عرفت كتير وقرت كتير وشافت كتير، والحالات قالت لبعض والناس شافت لبعض، عرفت ان لا طبعا ما فيش اي مشكله، يعني هو ده الحل بتاعه ونسب نجاحه كويسه. اللي مش فاهم لما يبص على كلمه دوالي الخصيه يرتبك جدا في الحوارات اللي بتدور حواليه، لانه ساعات بيسمع طالما هو مش فاهم، يعني انه دوالي الخصيه دورها محدود في التعامل مع تاخر الانجاب، وفي ناس ثانيه تقول لك لا ده لازم نعمل دوالي الخصيه في الحالات عشان ده هو السبب الاساسي في التاثير على جوده الحياه المنويه. قول لي القول الفصل بقى في علاقه دوالي الخصيه بتاخر الانجاب. دوالي الخصيه ليها علاقه بتاخر الانجاب؟ طبعا ليها علاقه بتاخر الانجاب، بس هل ليها علاقه بكل حالات تاخر الانجاب؟ مش بكل حالات تاخر الانجاب. في ناس عندها دوالي وما عندهاش مشكله، وفي ناس ما عندهاش دوالي وعندها مشكله. الفكره هو مين هو الكانديديت للعمليه، مين العيان اللي محتاج يعمل عمليه الدوالي. اولا الدوالي دي بتقسم لدرجات، الدرجه الاولى والثانيه والثالثه بالفحص الكلينيكي. الكلام ده كلام جايد لاينز، مش يعني هي النصائح الدوليه مش كلامي. الدرجه الاولى دي
يفضل ان احنا نتابعها فقط، مش محتاجه تدخل جراحي من اول الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. لو مؤثره على السائل المنوي او مؤثره على حجم الخصيتين او معها تاخر انجاب يفضل ان هي تعالج جراحيا. كويس بس. حلو قوي. يبقى انا القول الفصل ان انت مش مساله انت عندك دواء للخصيه، انت في انهي حته من دواء الخصيه بالظبط، انت درجه اولى ولا ثانيه، انت بقى اللي حضرتك هتحدد، الدكتور اللي هيحدد ويقول له انت متابعه ولا علاج دوائي ولا علاج ايه جراح. يعني في ناس كتير بتقول لا ده دواء الخصية بتتعمل عمال على بطال، يعني ده غلط كبير. بالظبط، عشان كده كل يعني حالة لازم تتحط في الخانة بتاعتها. هل هي فعلا محتاجة ولا مش محتاجة؟ وده فعلا يعني كان في فترة في أبيوز طبعا للعمليات، إنما في الأغلب لا. يعني الناس دلوقتي بتشوف وعارفة، العيان دلوقتي نفسه عارف إذا كان هو يجي يقول لك أنا عندي دوالي من الدرجة الأولى هعملها ولا ما اعملهاش، هو عارف. يعني دلوقتي الناس بتعرف ان الدوائر اللي درجه اولى وثانيه وثالثه وعارفين ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. اللي بيتفرجوا علينا بالظبط. لكن قول لي القول الفصل في طريقه التعامل معها جراحيا. احنا هنتكلم عن الطريقه الجراحيه لانه في اكتر من مدرسه في الطريقه الجراحيه. في اكتر من مدرسه، في تدخل في مناظير، في تدخل جراحي، في اكتر من طريقه تدخل جراحي. يعني كل الابحاث الحديثه كلها بتقول ان افضل نتائج طبعا من الجراحه التدخل الجراحي الميكروسكوبي، باستخدام الميكروسكوب الجراحي. ده بيدينا مميزات طبعا، ان احنا نقدر نشوف الشريان المغذي الرئيسي للخصيه، نقدر نحافظ عليه، نقدر نحافظ على الغدد الليمفاويه، وبالتالي بتحسن النتائج وبتقلل المشاكل او الكومبليكيشن ممكن تحصل من العمليه فيما بعد. ده مهم جدا طبعا، التكنولوجيا استفاد منها في عالم الذكور. هسمعك ابو العريف. ابو العريف في مجالكم ده بيفتي جدا. انت عارف ابو العريف ده عدوكم اللدود، يعني انتم البرنشات إلا أبو العريف قاعد تحت العيادة، قاعد تحت العيادة. لأنه الرجالة يعني في لحظة ما بيقعد مع واحد صاحبه على القهوة أو في الشغل أو واحد قريبه ويقول له بقى أنا عندي مشكلة كذا، فيبدأ يفتي زي ما هنشوف، أو يفتي وهو إحنا طلعنا أبو العريف وهو بيسأل كمان، بس هو بيسأل لازم يفتي برضه، وده بقى بيشلنا كمان، بيضايقنا جدا، اللي هو العيان اللي هو بيسأل تلاقيه بيديك معلومة مسلم بيها خلاص، وبعدين يسألك سؤال عبقري زي ما نشوف دلوقتي معه. يا باشا بقولك، الواحد مننا لو شغله يخليه واقف على رجليه ساعات طويلة، ولا مثلا أجواء حرة زي إخواتنا اللي بيشتغلوا قدام الفرن واللازم منه كده كده هتجيله دوال الخصية. أجرك الله تقل بقى وتعب متواصل. المشكلة لو عاوز يخلف لازم يستحمل ويعمل الجراحة التقليدية. ليه؟ عشان لو عمل دوال الخصية بالليزر والأشعة والتقنيات الحديثة هتأثر على جودة الحيوانات المنوية وتعمل له مشاكل في الخلفة. السؤال بقى، لو استحمل الوجع وما عملش دوال الخصية من أصله، ايه علاقة الدوالي ساعتها بالخلفة؟ يعني الحيوانات المنوية متدلية لتحت طالع لفوق تفرق ايه؟ مش نوع العملية هي اللي بتأثر في الخلفة مش الدوالي في حد ذاتها؟ ولسيادتكم جزيل الشكر. ده بقى اللي هو تعرف ايه جنب الاخر، بيوديك جنب الاخر شمال. انت سوحتنا ليه يا عم؟ بيفكرني والله بحزلقوم في الكبير قوي. حزلقوم كان بيعمل كده. انت بتسوحنا ليه يا عم؟ يعني فين السؤال؟ فين السؤال؟ فين المعلومه؟ يخرب بيتك. لا وقال لك معلومات موثوق فيها. خلاص قال لك يعني مفيش مشكله. ايه الحيوان المنوي دي دوالي؟ ايه اللي دخل الليزر؟ ايه اللي دخلهم في بعض؟ ده حيوان منوي دي دوالي، ايه المشكله؟ لا وجاب منين الليزر؟ واحد انت بتعمل له عمليه بالليزر من ورايا؟ لا مفيش كده. هي عمليه ليزك. بتسمع الكلام ده كتير؟ طبعا. ناس طول ما هي موجوده طبعا يقول لك، وموضوع الوقفه ده بالذات فعلا ده حقيقي، دي كتير. اصل تقول انت عندك دوالي، ما انا بقف كتير. ما هي الوقفه دي ما جابتلكش الدوالي، هي الدوالي دي ليها اسباب تانية كتير. ممكن الوقفه تكون بتزودها الى حد ما، انما طبعا مش هو ده السبب. مش هو ده السبب. لا مش هو ده السبب. نورت وشرفت وابدعت واسعدتنا جدا جدا جدا. ضيفي العزيز واحد من النجوم المتميزه في عالم الذكوره، هذا العالم الصعب المهم جدا،
واحد من الأسماء القديرة الأكاديمي الرائع الأستاذ دكتور أحمد حسني، أستاذ طب وجراحات أمراض الذكورة والعقم بكلية الطب جامعة حلوان، زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية واستشاري الجراحات الميكروسكوبية لأمراض الذكورة. نورت الناس الحلوة. شكرا جدا. خليكم مع الناس الحلوة.